رجعنا لكم تاني، والموضوع الشائك والشيق في نفس الوقت واللي بيشغل بال الجميع ومنهم أنا شخصيا، الموجة التانية لفيروس كورونا. هل فعلا في موجة تانية؟ وفي ناس مش مصدقة ان في موجة تانية، وناس رجعت لنفس الفزع تاني، وانقسمنا لجزئين زي المرة اللي فاتت، جزء مهتم جدا واخد احتياطاته جدا، وجزء تاني لا يعي أي شيء وماشي بدون أي حرص، مش مصدق أصلا إن في موجة تانية والموضوع رجع تاني، وفي جزء تالت ربنا يرحمنا مش مصدق أصلا إن في فيروس، برغم إن هو بيشوف المشاكل وبيشوف الوفيات. هيكلمنا عن الموضوع ده باستفاضة واحد من أشهر وأفضل أطباء الأطفال بالقاهرة وجمهورية مصر كلها، الدكتور إيهاب ويليام، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. منورنا يا فندم. أهلا بيك دكتور أمير، وميرسي على المقدمة الجميلة دي. عايزين نعرف هل فعلا في موجة تانية، والناس اللي مش مصدقة نقنعها إزاي؟ نقنع الناس، كل واحد عنده معتقد ما بيصدقوش. احنا وصلنا في الوقت دوت ان احنا كل واحد في اللي في دماغه في دماغه، بس احنا لازم نكلم الناس عن الواقع الفعلي، واللي عنده استعداد يصدق يصدق، واللي ما عندوش استعداد هو حر، لان في الاخر المشكله بتيجي على الكل. فيروس كورونا اللي حضرتك قلت فيه مجموعه مش مصدقه، لا، هو في فيروس موجود، بدا في شهر فبراير السنه اللي فاتت ينتشر او يظهر، وصل مصر هنا في القوه العظمى بتاعته او الوقت اللي كان فيه اعلى ريت حالات، كان في شهر 5 و6 و7، رجع ابتدى يهدى تاني، وابتدى يظهر الفتره اللي فاتت في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا بصوره اعنف شويه. الفرق بين الموجه الاولى والموجه الثانيه ان المفروض الموجه الاولى اتعلمنا كده في علم الفيروسات ان في موجتين او ثلاثه بيجوا، ودايما الموجه الثانيه بتبقى اقوى واعنف من الموجه الاولانيه. الموجه الاولانيه احنا عدينا بيها، بس هي في مصر للاسف ما خلصتش. يعني كان المفروض نوصل ان احنا يبقى عندنا صفر حالات، زيرو كيسز، مفيش حالات جديده، لكن احنا في مصر حصل تراحم ما بين الموجه الاولى والموجه الثانيه بدون انفصال. يعني كان المفروض يبقى فيه اسبوع او اثنين او ثلاثه ما عندناش حالات خالص، ده ما حصلش. اللي حصل ان احنا الموجه الثانيه تلاحمت مع الموجه الاولى وخدوا شكل كيرف واحد، واللي احنا شايفينه دلوقتي ان فعلا الموجه الاولى، سوري، الموجه الثانيه اعنف في الانتشار بكتير من الموجه الاولى. وهل هي اعنف في الاعراض؟ لا، مش أنا في معدل الوفيات. بص حضرتك يا دكتور، احنا كنا في شهر 5 و6 لما كنا بنتعامل مع الحالات ما كناش فاهمين قوي، يعني كنا بنتعامل مع فيروس مجهول، وما زال الفيروس مجهول، يعني يمكن لسه ما اداش كل اسراره وما عرفناش كل التفاصيل والديتيلز، يمكن في خلال السنين الجايه هنفهم احنا كنا بنتصرف ازاي، بس في شهر 5 و6 ما كناش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، فعشان كده كانت الحالات بتتطور تطور او تتدهور تدهور سريع، واحنا مش قادرين نعمل حاجه كاطباء لان احنا ما كناش فاهمين. دلوقتي احنا في شهر 12 وعلى بدايه السنه الجديده بدانا نفهم الفيروس كان بيتعامل ازاي. على سبيل المثال كنا بنتعامل مع الدور انه التهاب رئوي وندي مضادات حيويه، طلع الموضوع مش التهاب رئوي بس، ده التهاب رئوي ومعاه تجلطات في الدم اللي هي التجلطات الصغيره اللي بتحصل، ودي كان سبب التدهور السريع. لما عرفنا كده ابتدينا ندخل ادويه مضاده للتجلط علشان تقلل الاعراض، فبدانا نفهم، فدخول الدواء ده في حد ذاته عمل طفره في النتائج بتاعتنا. ممكن يكون الاعراض شديده زي الاول بس احنا فهمنا اكتر. كان اللي بيحصل اللي هي السيتوكاين ستورم، العيان بيتدهور فجاه نتيجه وجود بيفرز الجسم او الفيروس بيخلي الجسم يفرز حاجات اسمها سيتوكاينز بتدمر جهاز المناعه، والعيان بنلاقيه بيتدهور في خلال ساعات والعيان بيموت. بدانا نفهم ان الدواء ده، ان المرض ده او العرض ده ليه دواء بيتاخد، الدواء ده لما بيخش بدري ابتدينا نسيطر، فبقينا نسيطر على شده الاعراض. انا شايف ان الاعراض واحده، لكن فهمنا او تطور الفكر الطبي لمقابله المرض هو ده اللي اختلف. طيب هل في اعراض جديده برضه ظهرت في الموجه الثانيه؟ حاجه ما كانتش موجوده خالص قبل كده. شويه ابتدت الموجه الاولانيه كان اكتر الموضوع الكحه والسخونه واعراض الجهاز التنفسي. الموجه الثانيه ظهر فيها الجهاز الهضمي، المغص شديد جدا، الناس بتشتكي من مغص بيقطع في بطنهم، ودي حاجه نتيجه برضو وجود جلطات بتحصل في الجهاز الهضمي وفي الاورده والشرايين بتاعت الجهاز الهضمي. بدانا نشوف قيء واسهال. الحاجه الغريبه ان شفنا حالات بالطفح جلدي، ابتدينا الطفح الجلدي يظهر وبقى مميز اكتر للكورونا عن الانفلونزا. هل في حالات بتيجي الاول مره كده بجلطات، يعني جلطه في المخ، في القلب، في شرايين القلب، ما بيبقاش عندهم اي سابقه لاي حاجه
في للأسف مع الموجة الأولى في ناس أخدت الدور أو أخدت فيروس كورونا بس ما تشخصوش إن هو الموضوع جه بسيط، وكانت في تجلطات بتحصل، ودي قابلتنا في المستشفيات إن إحنا لقينا حالات وفاة فجائية لبعض الناس الشباب، وبالتدقيق مع الأهل عرفنا إن هم كان عندهم أعراض تشبه كورونا أو كان عندهم كورونا وما اهتموش بأدوية التجلطات. عشان كده لو هناخد مسج من البرنامج بتاع حضرتك يا دكتور للناس، لو سمحتوا نهتموا قوي بموضوع الفيروس، ولو هو موجود نعرف الدلالة بتاعة التجلطات والنزيف موجودة ولا لأ، عشان لو موجودة ناخد الدواء، والدواء ده ببساطة بيستمر من شهر لثلاثة، ثلاث شهور محدش يزهق، ومنظمة الصحة العالمية بتتكلم ان هو ممكن يبقى ست شهور الفترة اللي جاية. فده مهم جدا. اديني سؤال مهم لحضرتك وعايزين اجابة واضحة كده للناس برضو، هل في حماية او اميونيتي مناعة ضد الفيروس؟ يعني اللي خده وكان بوزيتيف في الموجة الاولى وتحول نيجاتيف وخد البروتوكول العلاجي، هل ده كفرد ومحمي ومصان كده من اي مشاكل في الموجة الثانية؟ لا للأسف ما عندي، يعني لو هنقول اجابة واضحة كده هنقول لا، لكن احنا ما عندناش الداتا ان الاجسام المضاده بتقعد في الجسم قد ايه. يعني ناس بتقول شهر، ناس بتقول ثلاثة، ناس بتقول سنه، كويس، لكن هو الواقع اللي احنا شايفينه ان هو تقريبا في رينج 3 شهور، ده اللي احنا شايفينه. لكن في حالات او في ناس خدوا الفيروس في الموجه الاولى ورجعوا خدوه تاني في الموجه الثانيه، بس خدوه بشكل مبسط نتيجه وجود ان يمكن الجسم اتعرف عليه شويه، لكن برضو مش هنقدر نقول بالظبط ان حد محمي منه. لا محمي 100%، لا مفيش. طيب دلوقتي في اعراض الانفلونزا الموسميه، ان احنا اوريدي احنا كده في موسم الشتاء هنقابلها طبعا. كان احنا في الاول تقريبا كنا في الصيف، فكان الناس بتاخد بالها من اي اعراض الجهاز التنفسي، فكانت يعني بتبدا تهتم قوي ان هو خلاص مفيش برد في الصيف، مفيش يعني برد. لكن دلوقتي احنا دلوقتي تقريبا يعني 90% مننا بيخش في اعراض الانفلونزا الموسميه او حساسيه الجيوب الانفيه، فازاي اقدر افرق وامتى اقدر اهتم واقول لا انا كده الموضوع اللي عندي ده مش انفلونزا، ده حاجه اكبر؟ للاسف الموضوع صعب قوي، يعني حتى مش على مستوى الناس العاديه او الانسان العادي اللي ماشي في الشارع، ده على مستوى الاطباء، لان اي اعراض انفلونزا موسميه او اعراض الاتش 1 ان 1 او نزلات البرد او حساسيه الجيوب الانفيه هي متشابهه مع اعراض الفيروس كورونا. السخونة موجودة هنا وموجودة هنا. بالمناسبة فيروس كورونا الناس اللي بتسخن 40% بس من الناس اللي بتسخن، في 60% ما بيسخنوش خالص، ما بيجيلهمش سخونية. الرشح، ألم الحلق ووجع الزور، الكحة، تكسير الجسم، الوجع المفاصل، الإسهال، القيء، الوجع البطن، كل الكلام ده مشترك. هو في ثلاث أعراض بس موجودين في فيروس كورونا، لو موجودين هنقول ان ده فيروس كورونا مش انفلونزا، لكن مش هينفع العكس. الاعراض ديت فقدان حاسه الشم والتذوق، اللي هو يفقد حاسه الشم والتذوق خالص، ده كورونا خلاص، ده مفيش منه حق، مفيش اختيار تاني. الناس اللي بتيجي عندها حمران احمرار جامد في العين مع الاعراض دي، يعني يقول لك سخن وعيني حمراء، جسمي مكسر، او مش عارف كحه وعيني حمراء قوي، ده غالبا كورونا. والناس اللي بتيجي بطفح جلدي وهرش في الجسم مع الاعراض دي، برضو دول الثلاث حاجات المميزه للاعراض بتاعه فيروس كورونا، لكن كل الاعراض التانية ممكن تيجي. طيب امتى ابدا اقلق بقى؟ هنقلق مع اي دور بصراحه، يعني انا شايف ان الـ ان الـ الـ الناس في استهتار جامد جدا. الناس طفل سخن او بيكح وبينزل حضانه وبينزل مدرسه، لا ده المشكله مش في الصيدليه بس، لا ده بينزل. الناس في اعياد الميلاد عادي خالص من غير ماسكات ومن غير كمامات خالص، في المولات بيتفسحوا عادي خالص. الامتحانات اللي بعض المدارس بتشد على الناس يجوا الامتحان حتى لو الطفل عنده اعراض، وهما بيهتموا بس ان يقيسوا درجه الحراره وهو داخل، ودي مش كفايه، احنا قلنا 40% بس اللي سخنين، وممكن يكون الطفل واخد حاجه بتنزل الحراره قبل ما ينزل، او ترمومتر بايظ، او ترمومتر مش مظبوط بالظبط كده بالظبط، او الطفل ده في ناس بتدي الطفل خافض وتنزله وهي عارفه ان هو في كده. فلا لو سمحتوا ان احنا عشان نعمل حمايه فعلا لازم نهتم جدا بفكره العزل المنزلي، لان دي هي الحاجه الوحيده اللي تضمن ان الفيروس يبقى موجود جوه البيت ما يخرجش لناس تانيه. طيب المشكله برضو احنا يعني نفذنا موضوع العزل المنزلي ده بشكل خاطئ تقريبا، يعني كان في ناس بتطلع بوزيتيف وعارفين ان هم بوزيتيف، وتلاقي عزله المنزلي ده قاعد في وسط اهله وبعزومات وناس قاعدين راكبين على دماغه في السيرة كانه عنده مثلا دور برد عادي، وصلت ويزور. في بعض المناطق ان هم بقوا يزوروا الناس اللي عندها كورونا عشان ياخدوا الفيروس ويقول لك انا جالي الفيروس خلاص.
زي حفلات الحصبة بتاعت زمان. عايزين نعرفهم يعني ايه عزل منزلي بطريقة صحيحة والمدة قد ايه؟ بصوا العزل المنزلي المدة نتكلم فيها الأول، المدة بنقول مش أقل من 10 أيام ل 14 يوم، بشرط إن آخر 3 أيام يبقى العيان ما فيهوش أي أعراض، يعني العيان اللي كان سخن ما يبقاش فيه سخونة ولا كحة في آخر 3 أيام من ال 10 أيام دول بمجرد ما الأعراض تبتدي. يعني لو الحالة جامدة قوي بنقعد 14 يوم، أو العيان يتحول المسحة بتاعته سلبية ويبقى برضو أعراض مفيش. نطبق العزل إزاي؟ لا، المفروض إن العيان اللي متشخص أو اللي اشتباه أو الأشعة المقطعية، حتى ما عملناش مسحة الأشعة المقطعية بتقول إن فيه كورونا، ده بيقعد في أوضة لوحده بعيد خالص، وأي تعامل مع أي فرد من أفراد الأسرة يبقى بينه وبين الفرد ده متر ونص على الأقل، والاتنين لابسين ماسكات، ويبقى في أقرب أوضة للتويلت للحمام، يعني لو اوضه فيها حمام منفصل ياخدها، يحط بقى فيها التلفزيون والموبايل واللابتوب، كل وسائل الترفيه اللي ترفع عنه يبقى موجود ماشي، عشان ما يخرجش يتفرج على الماتش مع اهله ولا يتفرج على التلفزيون، لا هو لوحده. ولو هو في حمام منفصل يبقى كويس، ما فيش حمام منفصل يبقى اقرب حمام موجود، اقرب اوضه للحمام، وهو خارج لازم يقول للناس انا خارج، والناس كلها تلبس كماماتها او تبعد، وهو يخش الحمام، وبعد ما يخلص يشطف الحاجات دي بكلور مخفف، وحد يخش بعديه يغسل بكلور مخفف مقبض الايد، قاعده التويلت، الحنفيه، يد الحنفيه، الكلام ده كله. ده العزل المنزلي. كل بقى الحاجات اللي بيستهلكها في الاوضه، سواء مناديل او حاجه اكل بيها، بنفضل طبعا المعالق البلاستيك والاطباق البلاستيك، تتحط جوه كيس اسود بتاع باسكت، وبعدين تتحط جوه كيس تاني ويرشها كحول قبل ما يسيبها على الباب، ويجي واحد برضو يمسكها بجوانتي يخرجها برضو على طول، ويغسل ايديه بالكحول ويبقى لابس ماسك دايما. ده ملخص طبعا، الفكره في حاجات كتير قوي، لكن ده ملخص ليه الفكره العزل المنزلي المظبوط. طب في ناس دلوقتي يعني مثلا طفل، عزل طفل ازاي؟ لا ما فيش طفل بيتعزل كده، بس بنعزل ام مثلا معها رضيع او ام مسؤوله من الاطفال. الموضوع فعلا صعب، الموضوع فعلا صعب، بس بنقول على قد ما نقدر. يعني لو طفل ما بنعزلش الطفل، حتى في مستشفيات العزل لما كان بيخش طفل كويس ما كانش بيعرف يعزله، كان بيتحجز مع مامته. بس الاطفال هم اكتر ناس ممكن ينقلوا العدوى وهم ما عندهمش اعراض، فدايما الطفل اعراضه بسيطه، فنقول لمامته لو احنا شاكين او تحاليله فيها اي قلق نقعد في اوضه هو ومامته وحد تاني يتولى بقيه الاطفال اللي في البيت. تمام، دي اكتر حاجه مهمه. الطفل الرضيع يعني هيبقى لو هي في اعراض جامده والام تعبانه جامده وعندها الفيروس بفيرال لود عالي ونسبته عالي، لا نبعد الطفل عنها خالص ويبعد عنها، ونوقف رضاعة، ونوقف طبعا نوقف رضاعة. لو الاعراض بسيطة هنقول للام تلبس ماسك قبل التعامل مع الطفل، وان كان برضو مهم قوي برضو في الوقت اللي احنا فيه وابتدت الجو يبقى برد ان احنا نهتم بالتهوية جدا جدا. يعني لو احنا اهتمينا بحاجة، الماسك رقم واحد، الكحول وغسيل الايدين بالميه والصابون رقم اتنين، التهويه الجيده، محدش يقفل البيت، محدش يقفل الشبابيك، محدش يقفل البيبان، لازم يبقى فيه سورس لهواء نقي بيتجدد علشان نقلل حتى لو انا هاخد عدوى. يعني تخيل ان انا مثلا قابلت النهارده عيان عنده كورونا، قعدت معاه دقيقه غير لما اقعد معاه 10 دقائق، لو هو كح في وشي غير لما نقعد من غير ما نكح، لو هو لابس ماسك، لو كح في الماسك. ناس غريبه جدا تلبس الماسك وتيجي تكح تروح قلعات كح، هو معمول عشان تكح فيه وتعطس فيه. يعني فكره الدوز او الجرعه اللي انا باخدها، جرعه الفيروس اللي هاخدها بتفرق معايا في الايه، في شده الاعراض اللي عندي. نرجع تاني لموضوع الاطفال. انا عارفين الاطفال طبعا يعني هي العقليه صعب ان انت تعوده مثلا يلبسوا ماسك او فيس شيل، يعني بتلاقي ان هو مثلا دخل من باب المدرسه، طبعا مدارس مشدده في موضوع الدخول او ان هو يبقى لابس الماسك او الفيس شيلد، بس هو دخل راح رفعه، او الاولاد كمان بالذات الاولاد يعني مش البنات، بتلاقيهم بيبدلوا الماسكات مع بعض والفيس شيلد مع بعض. ازاي ما اقدر، مش هنقول بقى نغير مفاهيمهم عن القصه دي، ان هو مهما كان طبعا طفل مش مستوعب، ازود مناعته ازاي او اقدر احميه ازاي؟ الحمايه بان احنا الاول نهتم يكون في الجانب التغذيه، جانب مهم قوي. يعني الطفل بياخد تغذيه مناسبه، بيشرب سوائل كتير، بياخد الفيتامينز بتاعته سواء فيتامين سي او زنك او الحاجات دي بياخدها بطريقه مظبوطه. بنبعد اكتر حاجه مهمه، نبعد عن اي مصدر عدوى، زي ما حضرتك قلت الطفل بيخش يقلع الماسك، فنقول للامهات يا جماعه اللي عنده طفل تعبان او مشكوك فيه او حتى احتماليه بسيطه لا ما يروحش المدرسه علشان ما يبقاش في مصدر لعدوى، لان مهما حصل الطفل
وعلمته، يعني في ناس بتقعد مع الاطفال وتعلمهم، وبيجي لي اطفال في العياده اطفال صغيره خالص سنتين ونص وثلاثه ولابسين الفيس شيلد ومبسوطين ولابسين ماسك، حتى انا عاكسهم الماسك ده جميل قوي حلو اشجعهم، لكن برضو لازم يبتعدوا عن مصدر النزول. الطفل اللي بيروح مثلا مكان زي حضانه ومامته قاعده في البيت، لا بلاش اليومين دول حضانه، الطفل بيروح مدرسه عشان امتحان ده مضطر، لكن الطفل اللي بيروح علشان حاجه بس مامته بتريح دماغها، لا بلاش الكلام ده، يعني ننزل لحالات الطوارئ، الطوارئ القصوى بالظبط كده. تمام. هل في دلوقتي يعني علاجات جديده دخلت في البروتوكول الجديد مع الموجه الثانيه؟ كل فتره بيدخلوا ادويه، لسه كانت وزاره الصحه عامله ويبينار عن الادويه الجديده والجرعات بتاعتها، وهم بصراحه عاملين شغل كويس قوي ريجاردنج القصه، ان هم بيعدلوا البروتوكول كل شويه. عايزين بقى رساله مختصره الفتره اللي فاتت او الموجه اللي فاتت، شفنا طبعا بعض الفيتامينز نزلت في البروتوكول فالناس هجمت عليها، هجمت وكانت حاجه بشعه جدا. عايزين يعني ايه ملخص من حضرتك، ازاي اخد الفيتامينز؟ عن طريق الاكل والفاكهه؟ لو مش كده اقدر يعني استوحيها ازاي بحيث ان انا ازود مناعتي؟ تمام. يعني لو اتكلمنا مثلا عن فيتامين سي، ده اشهر فيتامين، وفيتامين سي بيحمي وبيعالج وبيحمي من نزلات البرد، لان الفكره زي ما قلنا من شويه كل نزله برد هيجي لي هاجس ان دي ممكن تكون كورونا ولا لا، كل دور انفلونزا هيجي لي هاجس ده كورونا ولا لا. فيتامين سي حدث ولا حرج، موجود في حاجات كتير جدا، برتقال، يوسفي، كيوي، جزر، كل الفاكهه تقريبا اللي موجوده فاكهه الشتاء غنيه جدا في فيتامين سي، مهم احنا ناخده الكلام ده. فيتامين دي موجود في البروتينز وموجود في الاسماك والسلمون والشمس، مهم قوي ان احنا ناخده فيتامين دي. الزنك موجود في الخضار بنسبه كبيره، فمهم يبقى الاكله بتاعتنا تبقى اكله فيها خضار او فاكهه. فبنقول للام ببساطه كده عشان انت تعملي، لان هنقعد نقول لها ده موجود فين وده موجود فين وده موجود فين، اللي هم هيتلخبطوا. فبنقول يبقى الوجبه بتاعتنا وجبه متكامله، كل يوم في مصدر للكربوهيدرات، الكربوهيدرات دي رز، مكرونه، عيش، اوكي، في مصدر للبروتينات كويس سواء لحوم او فراخ او سمك، مهم قوي يعني يبقى في سمك مثلا مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، لازم يكون في مصدر للخضار والبروتين كويس، سوري الخضار والفاكهه، مهم قوي. طبعا الدهون في الاطفال بتبقى موجوده في كل الوجبات تقريبا، يعني اي حته لحمه اي حته فرخه هتبقى فيها نسبه الدهون اللي الطفل بياخدها، فمش بندخلها مخصوص، بس كل ما الوجبه كان فيها فاكهه وخضار وبروتين وكربوهيدرات كل ما كانت دي وجبه متكامله. حضرتك صراحه لخصت الموضوع ويعني اضاءت كل نقطه كنا عايزين نسال فيها، وانا شخصيا كنت مهتم ببعض الاسئله وحضرتك ما شاء الله نورت الموضوع. بإذن الله الحلقة الجاية موضوع جديد قصة جديدة، وياريت يعني نبدأ ناخد بالنا من أطفالنا وقصة المدارس زي ما الدكتور إيهاب قال، مش أدام ما فيش ضرورة للنزول، ياريت الفترة الجاية نبدأ نحافظ على الطفل شوية، عشان الفترة الجاية كده كده مع الشتاء الأعراض بتبدأ، أعراض الإنفلونزا ومناعة الطفل بتبدأ تقل شوية. دكتور إيهاب نورتنا، وإن شاء الله تنورنا في حلقات جاية كتير، ونشوفك يا رب دايما على خير، موضوع تاني وموضوع شيق كده. أهلا بيكم. شكرا لكم ونشوفكم على خير إن شاء الله.